يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا حال الحول على المال لا بد أن تؤدى الزكاة في اليوم نفسه، فلو أخرت يوما أو يومين أو أكثر للمصلحة كإعطائها لشخص لا أجده إلا إذا سافرت، فهل هذا جائز؟ الأصل في إخراج الزكاة أن يكون على الفور، ويجوز تأخيرها لسبب من الأسباب الصحيحة، كأن لا يكون عنده نقود في الوقت الحاضر فيؤخرها إلى أن يأتيه نقود فلا بأس، كذلك يكون المستحق غير موجود ينتظره إلى حضور ما في مانع، إذا كان لسبب صحيح فلا بأس من تأخير إخراجها. نعم.